ممكن نغير لون الحيطة. أستاذ المقال ده خطير. لازم جوان وش السلندر. ايه ده؟ انت مين؟ جديد في الكار. جديد في الكار، انتصار غريب. الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الجواد أبو كب، رئيس تحرير بوابة روزا اليوسف، هتغير مهنتك أو كارك لمدة 5 دقايق معانا. إيه الكار الجديد اللي تحب تشتغل فيه؟ طبيب نفسي. الطبيب النفساني عبد الجواد أبو كب، ليه اخترت المهنة دي؟ والله علشان المهنة دي أنا شايف إنها يعني مهملة جدا في مصر. الطبيب النفساني عبد الجواد أبو كب، الكاتب الصحفي أحيانا بيحتاج لتحليل نفسي. بتقدر تحلل كاتب معين من كلماته، من أسلوبه، من المفردات اللي بيستعملها؟ مش في كل الأحوال، لأنه الكتابة تقمص، فممكن هو يبقى شخصيته مغايرة تماما لنوعية الكتابة اللي هو بيكتبها، إنما بيبان في الكتابة ثقافته، طريقة تربيته، المناخ اللي هو عاش فيه، وكمان هل هو مفكر ومبتكر ولا هو محدود الأفق وبيشتغل بشكل منهكي. الطبيب النفساني عبد الجواد أبو كب، مين اللي تقول له أنت عندك شيزوفرينيا؟ مرسي الرئيس السابق محمد مرسي، واللي بيتحاكم حاليا في أكتر من قضية. يعني الراجل شايف ان هو مازال رئيس، وشايف ان هو الناس اللي بتحاكمه دول هو هيخرج ويحاكمهم بعد كده، وشايف ان هو كان يصلح ان هو زعيم للعالم. وانا في تقديري انه مرسي ككاركتر وشخصية ينفع ان هو يبقى بطل فيلم سينمائي ساخر من الدرجة الاولى، بالإفهات بتاعته، بالحارة المزنوقة، بالمصنع الكراسي، بكل الحاجات في الحقيقة اللي ناس كتير مثلا ما كانتش تعرف مصنع الكراسي بتاع امبابة ده الا لما قالوا رئيس الجمهورية. الطبيب النفساني عبد الجواد ابو كب دايما بيطلعوا فكرة الطبيب النفساني في السينما بالذات، يعني الشخص اللي هو مش مظبوط وكوميدي. وطبعا عبد المنعم مدبولي شخصية كانت شهيرة جدا، ويجي له الراجل يقول له قول انا مش قصير ازعة، انا طويل واهبل، ده الاسلوب في العلاج. احساسك ايه وانت كده مختار ونفسك تبقى طبيب نفساني، ان الشخصية كده كاريكاتورية ومش واخد حقها في الاحترام في السينما؟ هبتدي اعالج كتاب السيناريو طبعا ده الاول. وانا في تقديري ضحالة الثقافة لدى كتاب السيناريو هي اللي بتحكم هذه القصة. هو بيكتب عن حاجة بدون جهد. امتى الطبيب النفسي عبد الجواد ابو كب راح لطبيب نفسي؟ يعني بعملني دكتور كده، يعني هو بعالجني. العبقرية هي الجنون. ايه رأي الطبيب النفسي عبد الجواد ابو كب الكلمة دي؟ لا، جزء يعني جزء من العبقرية انها بتخلي الناس تعمل افعال يراها الاخرين فيها جنون كده. من مهارات الطب النفسي الطبيب النفسي عبد الجواد ابو كب ان انت تفهم الشخصية اللي قدامك من خلال نظرات عينيها، من خلال الحركة، من خلال نبرات الصوت. هل شرط عبد الجواد ابو كب، شرط اساسي ان انت تشتغل في مهنة زي الطب النفسي ان يكون عندك المهارات دي كموهبة اصلا؟ ده صحيح، ولو مش موجودة بتتنمى، وممكن من العينين فقط، من غير الصوت ومن غير الحركة بيتفهم شخصية البني آدم. انما يمكن احنا ما بنشتغلش على ده في مصر في الحقيقة، احنا مجرد كتب وبتطبق، علشان كده ما عندناش اسامي لامعة كتير قوي في هذا المجال، والاسامي اللي بتلمع في الحقيقة بتبقى ارتبطت بالاعلام، فلمعت لانها ارتبطت بالاعلام. الطبيب النفسي عبد الجواد ابو كب، خلاص ال5 دقايق خلصوا، هترجع تاني لمهنتك الاصلية، رئيس تحرير بوابة روزا اليوسف وكاتب صحفي. زعلان؟ لا خالص، انا على طول بشتغل الاثنين. يعني جديد في الكار، انتصار غريب.